بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا: واعتصموا، وصايا بعضها بعد بعض. واعتصموا بحبل الله، اعتصموا أي تمسكوا، تمسكوا بحبل الله وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهما، اعتصموا بهما، الجأوا إليهما من أجل أن تأمنوا من الضلال. اعتصموا بحبل الله جميعا جميعا، هذا نهي عن التفرق، فالأمة مأمورة بالاجتماع على طاعة الله سبحانه، منهي عن التفرق والاختلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يعتصم بعضكم ويترك البعض الآخر الاعتصام، بل كونوا جميعا معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ضمان من التفرق والاختلاف. إنما يأتي الاختلاف والتفرق إذا قل التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد النجاة يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله ويحذر من الفتن والصوارف والمهلكات. اعتصموا بحبل الله جميعا كلكم لا بعضكم، ولا ثم قال: ولا تفرقوا. بعد أن أمر بالاجتماع نهى عن ضده وهو التفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال جل وعلا مذكرا المسلمين النعمة التي أنعمها عليهم بالإسلام واجتماع القلوب واجتماع الكلمة. بعد أن كانوا في الجاهلية كانوا متقاتلين متناحرين مختلفين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم، لم يقل ألف بين أبدانكم، لا، ألف بين قلوبكم، لأن المدار على القلوب، فإذا تصافت القلوب وتوادت اجتمعت الأبدان، المدار على القلوب، فألف بين قلوبكم بالمحبة بعد البغضة والشحنة التي كانت بينكم، فأصبحتم أي تحولتم من حالة سيئة إلى حالة حسنة، فأصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم أعداء، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. كانوا وقت الاختلاف الجاهلية على طرف النار، قريبين من النار،
والعياذ بالله، بعيدين عن الجنة، كنتم على شفا حفرة، طرف على طرف، على هاوية، على طرف الهاوية، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم الله من هذه الحفرة من النار، أنقذكم منها إلى الحق، إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الأخوة، إلى الاعتصام بحبل الله، إلى التآخي، تراحم، فأنقذكم منها بأن هداكم بعد الضلالة، وعلمكم بعد الجهالة، وجمع بين قلوبكم، وأغناكم بعد العيلة. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا تحت ظل الإسلام. هذه النعم إنما تحصل تحت ظل الإسلام والشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله لكم آياته، يذكركم سبحانه وتعالى، يذكركم ويبين لكم حالتكم في الجاهلية وحالتكم في الإسلام. وهذا الاجتماع، هذا الاجتماع القوي بعد التفرق، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. هو الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بينها، ليس الذي يجمع بين القلوب هو الطمع والمال، لا، الذي يجمع بينها هو الله إذا رزقها الإيمان. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم، رجاء أن تهتدوا بآيات الله، لأن آيات الله فيها الهدى وفيها النور، والله بينها لنا من أجل أن نهتدي بها من الضلالة. فلا يهدي من الضلال إلا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هي التي تهدي الناس من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان.